محور دمك كده. انا كرشت شعري. ايه اللي بيحصل عندك ده يا كريمه؟ لا مؤاخذه يا عمي، اصل لون الزيت مش عاجبني فانا حبيت اعمله بامبا. ده انا اللي هخلي عيلتك كلها بامبا. سلامتك يا حاج، الف سلامه. انا هفتخر. افتح يا جماعه. فاتح. طب لو راجل استحمى. ابدا على جثتي. فين جوزك انت كمان؟ ايه يا بابا بتتخانقوا ليه؟ فين جوزك؟ نايم. نايم يا عم، فاتح المغلق. اه ليه؟ انتوا جننتوا؟ انتوا عايزين استحمى استحمى. انت يا زفت، انت يا نيله، انت يا نيله. عمي صباح الخير يا عمي. انت لسه نايم لغايه دلوقتي؟ اصلي تعبان ومرهق قوي. لما انت تعبان ومرهق قوي خدت مفاتيح المغلق من زكا فندي ليه؟ دي مسؤوليه يا عمي، ما اقدرش اسيب المفاتيح مع زكا فندي. لما هي مسؤوليه ما رحتش فتحت المغلق بنفسك ليه؟ ايه بس اللي هيكره يا عمي؟ احنا متسربعين على ايه بس؟ ما اللي هيجي يشتري هيستنانا لحد ما نفتح، واللي مش عاجبه يتفلق. ده انت اللي تتفلق وتتنيل ب60 نيله كمان. لا لا مؤاخذه يا عمي، معلش مش عشان سبتك تخش عليا الاوضه من المساله تبقى سبهلله، مش عشان جوز بنتك طز في جوز بنتك، انا المدير العام. تقصد ايه؟ اقصد يعني ان الشغلانه دي بصراحه مش ماشيه معايا، ولا مع مركزي ولا مع شهاداتي. انا بصراحه مش عايز اشتغلها. اه عاوز تقعد في البيت زي الدهول اللي جوه؟ هو في دهول غيري؟ سامع ابوكي بيقول عليا ايه؟ دهول؟ سامع. مش هتغير قميصك ده بقى؟ ولا هغير قميص كل اسبوع. جاي حالا يا زكا فندي. انت يا زفت. ايوه انت يا زفت. ايوه مستعجل ليه؟ انت هتفتح عكا قدامي. طب مش هنفتح؟ تفطر اتنين ايه؟ البريكفاست قدامي. مع السلامه يا حاج. هو فين؟ انا لازم اقدمه بقى. هو مين ده يا سي زمير بتاعكم؟ دلعت العيله. انا لازم اكسر دماغه. نعم نعم نعم، تكسر دماغ مين؟ انت مش لسه سامع بابا قايل عليك ايه؟ اه بيقول عليا دهول. انما عليا نعمة ان انا ساكت. انا هقلب لكم البيت ده زي سمير بتاعكم، واذا كان عاجبكم بقى. جرى ايه يا عيسوي؟ بتزعق كده ليه؟ تعالي شوف اختك بتقول عليا ايه. انت اللي غلطان، ازاي ترد عليهم؟ نعم ليه؟ هو انتوا اللي بل الندى طرطوركوا؟ ايه طرطورنا؟ احنا فنانين، ناس عندنا احساس، مش زيك انت وجوزك. ايه ده؟ انت سايب الشغل وقاعد تقرا في المجلات؟ يا عمي انا مدير عام، مركزي ما يسمحليش ان اطلع بره واشرف على الاعمال وهما بينزلوا البضاعه. الشغل زكا فندي. ما هو لازم تتعلم من زكا فندي. اتعلمنا خلاص في الجامعه. الجامعه دي اللي اتعلمته فيه. انت لغايه دلوقتي ما تعرفش تجمع ولا تطرح. استنى استنى انت. الو. ايوه رمضان. اه البضاعه وصلت من اسكندريه. يا سيدي حاجز لك 5 طن. يعني ايه؟ هبيع ب200؟ شوف يا رمضان، أنا شعاري كده، اكسب قليل، تبيع كتير، تكسب أكتر، فهمت؟ مع السلامة. ده أنت اشتراكي يا عمي. يعني إيه اشتراكي؟ أصل بيع كتير اكسب قليل ده شعار الاشتراكي. لا، أنا شعاري للشرف، فهمني؟ الشرف وعدم الجشع. أنا جاهز يا حاج، جهزت كل الدفاتر كله تمام. طيب أنا حاصل لغاية مأمورية الضرايب، وأنت خلي بالك في الشغل. بلاش حكاية المجلات. الحكايه ما عادش نسكت عليها يا رجاله. هو مصمم يبيع اقل مننا؟ عايز يضربنا في السوق. وايه العمل يا معلم؟ لا ولا حاجه، نروح له كلنا نتفاهم معاه. ما انت قلت ده ما بيجيش بالتفاهم. لكن بيجي بالتهديد يا رجاله. ايه صفصف يا روحي، بحياتك طول النهار بشتغل في الشمس المحرقه كله عشان خاطر عيونك يا جميل ومستقبلنا. لا انا ما يهمنيش رضا ابوك دي، يهمني رضاك انت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب استأذن اروح عشان في حاجة غريبة دخلت. خير؟ الحاج فين؟ الحاج وصل لغاية مصلحة الضرايب. يعمل ايه؟ راح يجيب ضرايب. انت مين؟ سيادتك مين؟ انا المدير العام، جوز بنت الحاج في اليافطة بره. اهلا وسهلا. بس انا كنت جاي اتفاهم مع الحاج على الخشب. الخشب كله تحت امرك. احنا ناس شعارنا اكسب قليل بيع كتير تكسب اكتر. ولو بيع بقالي ساعة. بأسعار فواتير الشراء، الطن ب10 جنيه. احنا أسعارنا غالية شوية بس خشبنا مضمون. ما تتنحش، هبيع لك ب9 بعد كده. طب ممكن يشتري الخشب كله بالسعر ده؟ أوي أوي أوي. والعربية موجودة برة، بدل ما تنزل البضاعة تشحنها على طول على مخزنكم. والله يا فكرة. تكتب عقد؟ لا ما تهددنيش، تكتب عقد هكتب عقد. تعالوا بكرة يمكن أبيع لكم المحل. العربية
العربية اللي جايبة الخشب دي راحة فين؟ ما أنا بعت الخشب كله يا حاج، عشان تعرف إن أنا مش سهل. بعت الخشب كله؟ طب رامي حصل. تعال. اتفضل يا حاج، ده شيك بـ2000 جنيه. والباقي هيتسدد على أقساط لمدة 10 سنين، قول 15 سنة، المدة مفتوحة لحد إحنا ما نقول كفاية. وبعت البيعة لمين؟ بعتها للمعلم، المعلم اللهم صل على النبي، صاحبك، حبيبك. أنت عارف سعادتك اللي بيتجوز حداية؟ البغبغان، العرسة، صقر. صقر؟ يخرب بيتك وبيت اللي عالمك الشغل. لا ليه يا حاج؟ ده أنا عامل لك مفاجأة، ده أنا بيعهم بأسعار فواتير الشرب. فواتير؟ الفواتير دي مخفضة عشان نقدمها لمصلحة الضرايب. طب مش تقولوا لي انكم بتزوروا من الضرايب؟ ده انتوا حراميه بقى. انا هخرب بيتك. في جوه الحق الراجل اتجنن. فاهمك يا لئيم، بتزرع جرجير فلاح. ايه 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 اللي بتعمله ده؟ بمناسبه الصيف وحر الصيف انا بفحت حمام سباحه في الحته دي. حمام سباحه ببيتي؟ انت فاكر نادي؟ ده بيتي. ايوه بس ما تنساش ان انا عضو في العائله، يعني انا من حقي ان اعمل حمام سباحه في بيتي في الحته دي. الحته دي؟ ايوه. طب تسمع، اتفضل. ده انا هفتح كرش شك. يا ربي كل البنات بتتجوز وتروح بيوتها الا دول قاعدين على قلبي ومعاهم جوازهم، واحد صايع والتاني جربان. يا اخويا بكره تشوف ولادهم وتفرح بيهم وتبقى جد. مش عاوز ابقى جد، انا قادر على دول لما حاضر على ولادهم. بابا سمير اللي هو جوزي يعني جاي يعتذر لحضرتك. لا مش عاوز اشوف خلقته. ادخل. انا اسف جدا يا عمي، انا مستعد لاي تعويض. تعويض؟ انت حته تعويض؟ يا ريت خلفت حمار قبل ما تخلفك. قصدي سعادتك ان الحمار بيفهم احسن مني. والله انت ادرى، واللي على راسه بط هيحس بيها. النبي تسامحه يا حاج. انا سامحه بس ما يجيش المغلق خالص. خلاص انا مش مستعد، انا مش مستحمل الشغلانه دي. من بكره هقدم لسعادتك استقالتي، بس تديني مكافئتي حسب قوانين العمل. استقالتك مقبوله، روح دور لك على شغل تاكل منها عيش. بابا بس يا بنت انت بس. ابوكي بيتلكك، بيعايرني باللقمه اللي بيوجهها لي. يا بابا بس يا بنت.